طب تعالى بقى بينا ندخل على موضوع تاني. لعيبة الزمالك الجداد ابراهيم اناضاي وعمر جابر والزناري وصبحي يعني حتى محمد صبحي كل اللعيبه الجداد اجتمعوا كلهم وهم بيتمرنوا مع فريرة ده ما كملوش اسبوعين ونضاي وكل اللعيبه الجداد كل اللي اتمرن مع فريرة يقول لك الراجل ده احنا اول مره في حياتنا نشوف حاجه اسمها تدريب نشوف حاجه اسمها تدريب يعني انت ما اتدربتوش قبل كده. لا مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده احمد سيد زيزو مع عمرو اديب بيقول اول ما فريرة جه قال لنا انتوا ما بتعرفوش تلعبوا كوره. فاحمد سيد زيزو اتضايق، ازاي يا عم ما بنعرفش نلعب كوره؟ قال لهم انتوا ما بتعرفوش تلعبوا كوره ولا بتعرفوا تقفوا في الملعب. فزيزو بيحكي لعمرو اديب بيقول له انا استغربت بعد ما اتمرن معاه زيزو قال فعلا احنا لا كنا بنلعب كوره ولا كنا عارفين نقف ولا كنا عارفين نباصي ولا كنا عارفين نمرر ولا كنا عارفين نعمل اي حاجه. نفس الكلام ده قالوه اللعيبه الجداد اللي موجودين او اللي بداوا يدخلوا بشكل جديد مع نادي الزمالك، قال لك احنا ما كناش بنلعب كوره. وبدانا نلعب كوره مع فريرة. وطبعا اكيد في التزام بتعليماته وفي التزام خططي اللعيبه هتعملها الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله يكون الدنيا كويسه ولعيبه نادي الزمالك تتالق وتتالق وتتالق. طيب تعال بقى ندخل في التقيل، وانا مخلي التقيل لورا، ولكن من ضمن الاخبار التقيله على قلبي يعني الاخبار اللي دمها تقيل يعني الونش جاله اصابه وهيغيب عن مباراه، احتمال كبير هيغيب عن المباراه اللي جايه يوم الاحد. لا هيريح يعني، الزمالك اصلا عنده البديل، عندك حسام عبد المجيد، عندك عبد الغني، عندك المسلوسي بيلعب في الحته اللي ورا دي، عندك الزناري ممكن يدخل، ولكن الونش اصابه. وشفت برضو خالد الغندور كاتب ان امام عاشور في الحاله دي هيبقى عندك مشكله، يعني لو امام عاشور مصاب يبقى عندك مشكله، لانك اصلا بسبب اصابه الونش انت هترجع محمد عبد الغني من نص الملعب تلعبه ورا. طب انت كده ما عندكش محمد عبد الغني ولا عندك امام عاشور، لان محمد عبد الغني رجع ورا مساك وامام عاشور مش موجود، فانت نص ملعبك فاضي، فانت قدامك رؤى وزكريا الوردي لو فعلا امام عاشور والونش مش هيلعبوا، يبقى انت مفيش الا قدامك رؤى وزكريا الوردي ومحمد عبد الغني هيرجع ورا. فاتمنى ان شاء الله السلامه للونش لانه من الاعمده الرئيسيه لنادي الزمالك. كهربا، ناخد كهربا، لا استنى كهربا شويه وندخل على عقد رعايه الاهلي. الاهلي عمل عقد رعاية، والشركة المتحدة عملت للأهلي عقد رعاية بكام؟ ب2 مليار و300 مليون في ال4 سنين، يعني بكام في السنة الواحدة يا عم محمد؟ اللي هو عقد رعاية والبس الاتنين شاكي براكب يعني، ب575 مليون جنيه. حلو قوي. أنا ما بعترفش بالصدف، يعني أنا ما بعترفش بالصدف. هل صدفة؟ شغل عقلك ورد عليا. هل صدفة ان الوزير امبارح يطلع يفضح الاهلي ويقول ده واخدين سلفة ولا واخدين قرض ب300 مليون جنيه، والنهاردة ينزل على احد المواقع يقولك الاهلي عمل عقد رعاية خيالي؟ هل صدفة؟ اقسم بالله ما صدفة، وما تلاقيش حد بيحلف كتير. انا بحلف لك اقسم بالله مش صدفة. امبارح الوزير فضحهم طالعين قبل ما يعني هم بيغلوشوا على جمهورهم، هم اساتذة في الغلوشة، اساتذة
عارف انت غلوش غلوش، يلا يلا، هم اساتذه في كده، هم اساتذه في غلوش غلوش. امبارح 300 مليون غلوش، نسيت يلا بص العصفوره، نسيت الكارد بتاع امبارح. اه يا بليل يا بوابين نسيت، عقد رعايه خيالي ويقعد يلعب لك في مناخيره. لا مؤاخذه انا بشبههم لان انا بتخيلهم كده، انا بتخيلهم كده والله. نسيت يعني؟ اه يا بليله نسيت، يعني انت مش فاكر ال 300 مليون اللي انت واخدهم كارد؟ لا مش فاكر. امال انت فاكر ايه؟ انا فاكر يا بليله بوابين حمراء السول زكريا الوردي، انا اللي انا فاكره عقد الرعايه عالمي. الله عليك يا بيبو يا اسطوره، هما بيتكلموا كده، هما بيتكلموا كده. فهم نسيوا. بص العصفوره، ايه اروح انا متوهك نام. عارف عبد السلام النابلسي؟ نام، انسى ال 300 مليون، نام ويروح نايم. مش ممكن. انا زهقت، يعني انا زهقت لهم. كل حاجه مصيبه على الاهلي، تاني يوم غلوش غلوش، يلا يلا، كل مره وما بيتعلموش وما بيتعلموش. فالموضوع بقى غريب. طيب سيبك من كده، ومش ده شاغلني. هما كده كده بيضحك عليهم، هما كده كده بيضحك عليهم، وهما كده كده بيركبوا الزحليقه. ما انا دي مسميها الزحليقه، اركب الزحليقه. عارف البتاع اللي تركبها دي وتروح نازل في حمام السباحه، الزحليقه دي وتنزل في حمام السباحه، اهما ركبوا الزحليقه ونزلوا دلوقتي هما في عقد الرعايه. انما ال 300 مليون نام زي عبد السلام النابلسي. انا مش قصتي دي ولا يفرقوا معايا بالتلات تعريف. حلو حلو، مش عارف انا قاعد مش مشغل التكييف. المهم والدنيا حلوه وجميله. انا بقى قصتي ايه؟ انا قصتي حاجه تانية خالص. واتمنى جمهور نادي الزمالك يصحصح ويفوق معايا. معلومه، معلومه، يعني انا مش بقول لك معلومه واول مره تتقال، المستشار مرتضى منصور اليومين دول بصدد ابرام عقد رعايه بيتكلم في الرقم ده. تاني تاني، المستشار مرتضى منصور بصدد ابرام عقد رعايه بيقترب من الرقم ده، لان المستشار مرتضى منصور في كلامه مع الشركة المتحدة مش هقبل بأقل من الأهلي، بل أنا عاوز أزيد. ليه عاوز تزيد؟ لأن أنا بطل الدوري آخر سنتين، أنا بطل الكاس آخر سنة، ده غير في الألعاب الجماعية.